طلب المؤشر العالمي للفتوى بضرورة وجود مرجعية إسلامية معتدلة في أوروبا يكون لها اليد العليا في ضبط الخطاب الديني والتنبيه على عدم الانسياق وراء أفكار التنظيمات المتطرفة. وأوضح أحدث تقرير لمؤشر الفتوى العالمي أن فتاوى الإخوان والسلفيين تعتبر بوابة الشباب الأوروبي إلى التنظيمات الإرهابية، وأن 75% من الفتاوى الصادرة في أوروبا تصطدم مع هذه المجتمعات وتغذي ظاهرة الإسلاموفوبيا. وشدد التقرير على أهمية التأهيل العلمي لأئمة المساجد بالغرب.